البرمجة الشيئية أو البرمجة الكينية، أو ما تعرف بمصطلح OOP اللي هو اختصاره اللي Object Oriented Programming. Object Oriented Programming أو إحنا نقدر يعني نطلق عليها بصورة مباشرة في اللغة العربية عبارة عن البرمجة الشيئية، تعتمد على مبدأ توزيع الكود على أساس يكون عندك مجموعة من الكلاسات، Class and Object. فبالتالي احنا فبدل انه نكتب الكود الخاص فينا كلاس واحد، راح نكتب انه نوزع على مجموعه من الكلاسات، وراح تتوزع يعني هنالك مجموعه من العلاقات ما بين هذه الكلاسات، فمثلا مفهوم الوراثه، مفهوم الاستنساخ، مفهوم كل هذه الامور راح تتطرق لها خلال ما يعرف في البرمجه الشيئيه. اذا هنا انه ننتقل الى كتابه الكود في كلاس واحد، هذا شيء يعتبر شيء خاطئ. إذا لابد أنه نقوم بتوزيع وترتيب وتنظيم الكود على مجموعة من الكلاسات، ومن ثم بعد ذلك أنت تستطيع أنه تقوم بعمل علاقات خلال مبدأ البرمجة الشيئية أو الكينية ما بين هذه الكلاسات. عندنا مجموعة من المصطلحات جدا مهمة، اللي هو مفهوم الكلاس الصنف، ومفهوم الأوبجكت الكائن، ثم شيء هنالك يسمى attributes خصائص أو يسمونها properties، وعندك method or function. هذه المصطلحات الأربعة هي تعتمد عليها مبدأ البرمجة الشيء، ما هو الكلاس، ما هو الأوبجكت، ما هو الأتربيوت، وما هو الميثود. الكلاس هو يمثل لك الصنف العام، وهو راح يحتوي لك على أتربيوت على الخصائص الخاصة في الصنف، وعلى الميثود اللي يقوم فيها هذا الصنف. فعلى سبيل المثال يمكن تعتبر انه السيارة كار هي تعتبر عندك كلاس صنف، وهذه السيارة تحتوي لك على خصائص، على سبيل المثال لون السيارة، وزن السيارة، سعر السيارة، وأمور خاصة فيها. طيب هنالك ميثود تقوم فيها السيارة، مثلا السيارة تعمل درايف، تعمل بريك، تعمل بارك، كل هذه الأمور يمكن أنه تحصلها من خلال ميثود تجريها على هذا الكلاس. وبالتالي فأنت باعتبار أنه عندك properties or attribute، يعني عندك خصائص أصبحت للسيارة، وعندك ميثود تقوم فيها السيارة، إذا راح ينتج لك أوبجكت. فكل كل أو كل سيارة، فإحنا بشكل عام السيارات متنوعة، يمكن إنه إحنا نصنفها على أساس يكون عندك أوبجكت، لكل أوبجكت إلى خصائص خاصة فيه. وبالتالي فراح يكون عندك كالآتي: كلاس سيارة بشكل عام الصنف، لما تعطيه الأتربيوت مالته والميثود مالته الخصائص الخاصة فيه والوظائف اللي يقوم بها، راح ينتج لك أوبجكت متعدد من هذا الكلاس. وراح تكون عندك كلاس مثل ما قلنا، مثلا سيارة لها مجموعة من الخصائص كالموديل والكولر الير برايس، يمكن الميثود تقوم فيها الستارت، يعني ستارت بداية عملها، درايف، بارك، وغيرها من الأمور. مثلا عندك الإنسان يمكن تصنفه على أساس يكون عندك كلاس صنف عام، ولكن الأوبجكت هو الإنسان المعني اللي هو يحتوي لك اسم اللي هو له خصائص معينة. فعلى سبيل المثال هذا إلى خصائص خاصة في إيميل والإدريس مالته، الميثود اللي يقوم فيها على أساس هذه الخصائص إنه مثلا يرسل إيميل يعمل فايرتي بالنسبة له. إذا مبدأ عام إنه هنالك كلاس أتربيوت ميثود، لما تعملها لما كل يعني صنف تنتج له مجموعة من الخصائص ومجموعة مثلا على أساس تنتج لك الأوبجكت أو الكائن.